أهلا وسهلا بحضراتكم. النهاردة هنتكلم على واحد من الإلكترولايتس المهمة جدا وهو المغنيسيوم. إن شاء الله هنتكلم على التو ديس أوردرز، سواء الهايبوماغنيزيميا أو الهايبر ماغنيزيميا. This is our agenda. هنبتدي بالفسيولوجي، بعد كده هنتكلم على الهوميوستاسيس والاسسمنت اوف ماغنيزيوم ان اور بودي، بعد كده هنتكلم بالتفصيل طبعا على التو ديس اوردرز. هنبتدي بالفسيولوجي. المغنيسيوم طبعا بيعتبر السكند موست كومن كاتاين في الانتراسيلولار فلويد والفورث موست اباندنت كاتاين في اور بودي. ف يعني المغنيسيوم واحد من الكاتاينز المهمه جدا. المغنيسيوم اهميته ان هو بيدخل في most of the metabolic process in our body، وبرضه بيدخل في الدي ان اي والبروتين synthesis، مهم جدا للميتوكوندريال function، في inflammatory process، في immune defense mechanism in our body، مهم جدا للgrowth، مهم جدا للneurons neuron function، للheart cardiac excitability. عشان كده لما بيكون في مشكله في المغنيسيوم بنلاقي مشاكل في النيورو في النيورو ماسكولار باثوي والكاردياك اكسايتابيلتي وبنلاقي اريزمياز. طبعا زي ما قلنا في النيورو ماسكولار ترانسميشن مهم جدا للفازو موتور تون والبلاد بريشر. فالمغنيسيوم دي اهميته من اهم الكاتاينز في جسمنا وبيدخل في بروسيسز كتيره جدا ومهمه جدا. طيب هنتكلم على الهوميوستاسيس اوف ماجنيزيوم ان اور بودي. حوالي 99% من البادي ماجنيزيوم بيبقى موجود انتراسيلولار، وحوالي 1% فقط بيبقى موجود اكستراسيلولار. about 90% من التوتال بادي ماجنيزيوم بيبقى موجود في البون والماسل والسوفت تيشوز، والرقم ده مهم جدا. only 0.3% 3 من 10% فقط من المغنيسيوم اللي موجود في الجسم يبقى موجود في السيرم. يبقى السيرم مغنيسيوم لا يمثل الا 0.3%، وتلتهم بيبقوا بروتين باوندد. roughly about 10% of magnesium بيبقى موجود as salt مع البيكربونات السيتريت الفوسفيت والسلفيت، وحوالي 60% من المغنيسيوم بيبقى biologically active و available in the free ionized form. المغنيسيوم هوميوستاسيس بيبقى mainly regulated عن طريق 3 organs: الكيدني والانتستين والبون. طبعا الانتستين للابسوربشن والكيدني لللوس او الاكسكريشن والري ابسوربشن والبون للستورج. طبعا زي ما واضح المغنيسيوم بيبقى absorbed في الانتستين وستورد في البون واكسكريتد عن طريق الكيدني والفيسز. الصورة دي بتوضح المغنيسيوم هوميوستيزس، بمعنى التوتال مغنيسيوم بالانس بيبقى حوالي زيرو، يعني الداخل مقارنة الانتيك مع اللوس بيبقى البالانس حوالي زيرو. هنشوف هنا معظم حوالي الانتيك بيبقى around 360 مللي جرام الانتيك، الفيكال اوتبوت بيبقى حوالي 260، يبقى اللي داخل 360 واللي خارج في الفيس 260، يعني النت ابتيك 100 مللي جرام. يبقى انا دخل لي النت 100 مللي جرام. طب اليورين اوتبوت بيبقى 100 مللي جرام. يبقى كده عشان كده احنا قلنا ان المغنيسيوم بالانس از اراوند زيرو، داخل بيعتبر زي اللي خارج. طب المغنيسيوم بيبقى ستورد فين في الجسم؟ زي ما قلنا الاهم اورجن بيبقى طبعا في البون وفي المسلز وفي الاذر تيشوز. طيب الابزوربشن في الانتستين بيبقى مينلي ازاي؟ بيبقى 80 to 90% بيبقى بارا سيلولر، ما بين الخلايا بارا سيلولر في الانتستين اراوند 80 to 90% عن طريق ما يسمى الكلودنز اللي من خلالها بيمر المغنيسيوم.
وجزء بسيط في الانتستين بيبقى absorbed transcellular جوه الخلايا، عن طريق جوه الخلايا ده transcellular، عن طريق ما يسمى بالترانزيانت ريسبتور بوتنشال نيلاستاتين ممبر 6 and 7. ترانزيانت ريسبتور بوتنشال نيلاستاتين ممبر 6 and 7 ده بيمثل جزء بسيط، انما المعظم المغنيسيوم ابزوربشن بيبقى بارا سيلولار عن طريق الكلودنز احنا في الانتستين. طيب في الكيدني، في الكيدني بيبقى معظم الري ابزوربشن بيبقى around 65% في الثيك اسيندنج ليمب، في الثيك اسيندنج ليمب يبقى معظم الري ابزوربشن في الثيك اسيندنج ليمب اوف لوب فينلي، وفي جزء بيحصل بيبقى ري ابزوربد في بروكسيمال كونفوليوتد تبيول مينلي ثرو الكلودنز اللي احنا قلنا عليهم زي اللي موجودين في الانتستين، مينلي عن طريق الكلودنز. طبعا احنا بنتكلم ان هنا بيبقى بارا سيلولر زي الانتستين معظم، وفي جزء عن طريق الصوديوم كلورايد ترانسبورترز، وفي جزء بيبقى ري ابزوربد ترانس سيلولر وده بيكون غالبا في الديستال كونفوليوتد تبيول عن طريق برضه ال TRBM6 زي اللي كان موجود في الانتستين. الفيجر ده بيوضح برضه الرينال هاندلنج للمغنيزيوم زي ما وضحناه في السلايد اللي فاتت. احنا قلنا بيبقى مين اللي فيه الثيك اسندنج ليب اللي بتمثل اراوند مسؤوله عن اراوند 65% من المغنيزيوم ري ابزوربشن، بيبقى مين اللي بارا سيلولار زي ما واضح هنا عن طريق زي ما قلنا ايه كلودنز سبيشالي كلودنز 14 و16 و19 يبقى بارا سيلولار ما بين الخلايا. انما في الديستال كونفوليوتد تبيول اللي بتبقى مسؤوله عن اراوند 5% فقط من الري ابزوربشن اوف مغنيزيوم بيبقى مينلي ترانس سيلولر عن طريق تي ار بي ام 6. طيب دلوقتي هنتكلم على الهرمونز اللي ليها علاقه بالمغنيزيوم هوميوستاسيس، اللي ليها لينك مع المغنيزيوم هوميوستاسيس. هنبتدي بالفيتامين دي، والفيتامين دي الحقيقه بيستيميوليت المغنيزيوم ابزوربشن، وبرضه المغنيزيوم is required for the metabolism of vitamin D. يبقى الفيتامين دي بيبقى بيزود المغنيزيوم absorption، وبرضه المغنيزيوم required for metabolism of vitamin D في الليفر. طيب what about الباراثورمون؟ الباراثورمون بيهلب في الريابزوربشن في المغنيزيوم in the kidney، وفي او بيساعد على الابزوربشن في الانتستين، وألسو الريليز from bone يبقى بيحافظ على المغنيسيوم. ولكن برضو نقطة مهمة ان الهايبركالسيميا بتانترفير مع الرول اوف بي تي اتش في المغنيسيوم ريجوليشن، يبقى الدور اللي بيلعبه الباراثورمون في المغنيسيوم بيبقى افكتد بالهايبركالسيميا. وات اباوت الاستروجين؟ الاستروجين بينهانس المغنيسيوم ري ابزوربشن في الكيدني، وبيزود المغنيسيوم ابزوربشن في الانتستين. بعد كده هنتكلم على الاسسمنت اوف ماجنيزيوم ستاتس. لو انا عاوز بقى اسس المغنيسيوم اللي موجود في الجسم ده هاسس ازاي او هقيس ايه؟ الحقيقه في الكلينيكال براكتس الموست كومنلي يوزد سيرام ماجنيزيوم، اكتر حاجه احنا بنستخدمها في البراكتس ان احنا بنقيس السيرام ماجنيزيوم، هو الموست كومنلي يوزد عشان اسس المغنيزيوم. والريفرنس الحقيقه بيختلف سواء على حسب القياس، if you are using millimol per liter أو milli equivalent per liter or milligram per deciliter. النورمال magnesium is around 0.7 to 1 millimol per liter، أو لو أنت هتستخدم milli equivalent بيبقى normal range من 1.5 to 2، إنما لو magnesium milligram per deciliter بيبقى normal range 1.7 to 2.4. والحقيقه حاجه مهمه في البراكتس ان كل معمل بيحط ريفرنس مختلف، يعني الارقام دي هتلاقيها مختلفه من لاب تو اذر لابس، وده اللي هيوضح ان الاستاديز المختلفه والدراسات المختلفه هتلاقي فيها النورمال ماجنيزيوم او مثلا بيريفير للهايبوماجنيزيميا تحت ارقام مختلفه، كل استادي مختلف عن الاخرى على حسب هو
استخدم كيت، واللاب اللي هو اشتغل فيه هو بيعتمد على نورمال مغنيسيوم ريفرنس قد ايه، فده اللي هيعمل اختلاف، وده برضو اللي بيوضح الاختلاف في البريفلنس مثلا اوف مغنيسيوم امبالانس ما بين الاستاديز المختلفه. في بعض الاستاذ طلع هايبو مغنيسيميا بنسبه قليله، في بعضها طلع بنسبه كبيره، برضو نفس الكلام بالنسبه للهايبر مغنيسيميا، ده لعدم وجود ستاندرد ريفرنس رينج واضح وثابت ما بين كل المعامل. برضو حاجة مهمة جدا ان احنا وضحنا بدء من في بداية السلايدز ان السيرم مغنيسيوم اونلي ده هيرفلكت 0.3% من التوتال بودي مغنيسيوم، وبالتالي مش معنى ان انا عندي نورمال سيرم مغنيسيوم ده معناه ان انا عندي ادكويت توتال بودي مغنيسيوم، لانه مش هيعمل ريفلكشن سليم، لانه ده نسبة بسيطة جدا من كمية المغنيسيوم الموجودة في الجسم. يبقى النورمال مش لازم نعتمد تماما على السيرم مغنيسيوم عشان يدينا فكره عن التوتال بودي مغنيسيوم، ممكن يكون نورمال في السيرم ولكن التوتال بودي مغنيسيوم قليل. ولذلك احنا السيرم مغنيسيوم في العموم ما بيتطلبش في الروتين، يعني في الروتين لاب او روتين كيمستري ما بيتطلبش، ولكن امتى احنا المفروض، دي من اهم السلايدز او من اهم النوتس ان احنا نطلع بيها من المحاضره، امتى نطلب تحليل المغنيسيوم. السيرم مغنيسيوم should be ordered in any case with arrhythmia, hypokalemia, hypocalcemia, diarrhea, chronic alcoholism. ليه؟ لان هي دي الكلينيكال بيكتشر بتاعت الهايبومغنيسيميا. يبقى you should order سيرم مغنيسيوم، or you should ask for serum magnesium في أي من هذه الحالات، في حالات الأريزميا، في حالات الهايبوكالينيا، في حالات الهايبوكالسيميا، الدايريا، الكرونيك الكوليزم، مفروض إن إحنا نطلب سيرم مغنيسيوم. برضو is also recommended to ask for serum magnesium in critically ill patients، أو لو كان المريض بياخد medications known to cause الهايبوماغنيسيميا، هنتكلم عليها في السلايدز القادمة، وبياخد بعض الأدوية اللي أنت عارف إن الأدوية دي بتسبب هايبومغنيزيم، يبقى إحنا هنطلب في هذه المواقف وفي هذه الكونديشنز هنطلب السيرم مغنيزيوم. السلايد دي بتوضح إيه هي التيستس المختلفة اللي إحنا ممكن نطلبها تؤسس المغنيزيوم، أشهرهم زي ما وضحنا السيرم مغنيزيوم، وده الموست كومنلي يوزد، وزي ما وضحنا ان هو مش ادكوت لانه السيرم مغنيسيوم لا يمثل الا 0.3% من التوتال بودي مغنيسيوم، ولكنه هو ايزي واكسسبل وشي، هو الموست كوملي يوز. طيب وي كان اولسو اسك فور 24 اور يورينري اكسكريشن اوف مغنيسيوم او فراكشنال اكسكريشن اوف مغنيسيوم، الجزء اللي بيكسكريتد، وده هيساعدنا ان ديفرينشيتنج بتوين رينال ويستنج فروم الان ادكوت انتيك اور ان ادكوت ابزوربشن of magnesium في حالات الهايبوماجنيزيميا، لما احنا عاوزين نفرق السبب بتاع الهايبوماجنيزيميا ده هل نتيجة نقص الانتيك او زيادة الرينال لوس. Another test is called magnesium loading test، وده بيidentify patient with normomagnesemic normomagnesemic magnesium deficiency، وده بيassess intestinal absorption او bone status of magnesium. We can also measure the magnesium in RBCs. It's considered an early indicator of magnesium deficiency. We can do isotopic analysis of magnesium. وده بيأسس الابزوربشن of magnesium في من ال GIT، ولكن ده ما بيتمش إلا في research work. We can also measure the ionized magnesium. ده more accurate, especially في critically ال patients لانه not affected باللو البومين conditions او في حالات الهايبو البومينيا. دلوقتي هنبتدي نتكلم على الهايبو ماجنيزيميا بالتفصيل. الحقيقه البريفلنس اوف هايبو ماجنيزيميا فاريبل زي ما احنا ما قلنا من شويه، ده نتيجه الاختلاف في وجود ستاندرد ريفرنس رينج للنورمال مغنيسيوم ليفل، وبيبقى مختلف من الاستاذ المختلف. في بعض الاستاذز قالت ان هو بيبقى حوالي 14.5%
وفي بعض الاستاديز مثلا دي استاديز تمت في الاي سي يو وجدت ان الهايبوماجنيزيميا موجود في اراوند 61% 61% من الاي سي يو بيشنتس في الاستادي دي كان عندهم هايبوماجنيزيميا. ودي انذر استادي تمت في الهوسبيتالايزد بيشنت وجدت ان الهايبوماجنيزيميا كانت very large number of patients around 66,000 patients كان ال prevalence of hypomagnesemia around 20%. يعني بنتكلم من حوالي 20% من المرضى اللي كانوا موجودين في المستشفيات عندهم hypomagnesemia، وده رقم كبير. طيب ايه هي ال causes of hypomagnesemia؟ causes of hypomagnesemia السلايد دي مهمة جدا. اولا يكون عندنا مشكله في الجي اي تي، وده طبعا هياثر على الابزوربشن اوف ماجنيزيوم، زي من اهم الكوزس اللي في الجي اي تي اللي تسبب هاي ماجنيزيوم، طبعا برولونجد ميزو جاستريك تيوب، برولونجد فوميتنج، برولونجد دايريا، كل ده هيقلل الابزوربشن اوف ماجنيزيوم. المال ابزوربشن سيندرومز بكل انواعها، ان في باول ريسكشن، يكون في فيستولا او بنكرياتيتس، ولكن طبعا الاهم بنتكلم على الدايريا والمال ابزوربشن والنيزو جاستريك تيوب، دولت الموست كومن كوزز في الجي اي تي. طبعا ممكن يكون السبب للهايبوماجنيزيميا رينال لوس، ده مثلا في حالات الكرونيك برانترل. طبعا من اهم الحاجات الدايوريسز اوزموتيك دايوريسز في حالات الدايبيتس ميليتس، او طبعا الهايبر كالسيميا والالكوهول والميتابوليك اسيدوزس، او ان المريض يكون عنده رينال ديزيز اتسلف في الكيدني اتسلف. من اهمهم الدايريتك فيز اوف اكيوت تيوبولار نيكروزس، لان طبعا يكون المريض داخل في بوليوريا عنيفه والمغنيزيوم لوس بيبقى كتير جدا، او في حالات البوست اوبستراكتيف يوروباثي، المريض كان عنده ستون او عنده هيدرونيفروزس وبعد دخل في التعالج الحمد لله، فبيدخل في دايريتك فيز وبوليوريا، فبيبقى اللوس للمغنيزيوم عالي. طبعا في الترانسبلانتيشن سبيشالي في اول شهر من المريض بيكون في مغنيزيوم لوس اكتر شويه. في حالات الانترستيشن نيفرايتس والرينال تيوبولار اسيدوز بيبقى موجود، ولكن طبعا ان انا معلم عليها الدايريتك فيز او حالات البوليوريا عموما بيبقى معاها هايبوماجنيزم. طبعا برضو في الاندوكراين ديس اوردر زي الحالات الهايبر باراثايرويدزم، حالات السيروتوكسيكوزس، الهايبر الدوستيرونيزم، حالات السيادة زي السندروم اوف ان ابروبريت انتي بايوتيك هرمون سيكريشن، كل دي. ولكن يبقى اهم سبب للهايبوماجنيزيميا هو الدراجز. طيب مين اهم الدراجز اللي بتسبب هايبوماجنيزيميا؟ طبعا الدايريتكس هي رقم واحد، سواء لوب دايريتكس او ثايازايد دايريتكس من اهم اسباب الهايبوماجنيزيميا، الامينوجلايكوزايدز، الكالسينيورين انهبيتورز زي السايكلوسبورين والتاكروليمس باستخدامهم المختلف سواء في الاميون ديس اوردرز او في ترانسبلانتيشن، الانفوتيرسين بي، السيس بلاتين، الانتي انسيلر جروس فاكتور انتي بوديز، وطبعا من اهم الدراجز البروتون بامب انهبيتورز، فيري كومنلي يوزد دراجز موجودين ومعظم الحالات بتبقى ماشيه عليها، ودي خطورة من أهم السايد إفكتس بتاعت البرولونجد يوز أوف بي بي أي. حالات كتيرة بتبقى ماشية على بي بي أي لفترات طويلة جدا، من أهم السايد إفكتس اللي بتسببها البي بي أي الهايبو ماجنيزيميا. فلو هنقول إيه أهم أو الموست كومن كوزس أوف هايبو ماجنيزيميا، ممكن نقول طبعا الدراجز، الدايريتكس، البي بي أي، السي إن أي، الدايريا، المال أبزوربشن، البوليوريا بأسبابها المختلفة، دولت أهم أسباب للهايبوماجنيزيم. دي برضو سلايد تاني بتوضح الدراجز اللي احنا قلنا بأهميتها، وكل دراج الميكانيزم بتاعه ازاي بيعمل هايبوماجنيزيم. طبعا في بعض الجيناتيك ديس اوردرز بتكون بتسبب الهايبوماجنيزيميا، ودي بتقسم الى هايبر كالسوريك هايبوماجنيزيميا، يعني بهايبوماجنيزيميا هايبر كالسوريا، وفي البعض الاخر بيبقى معاه هايبو كالسوريا. طبعا الهايبر كالسوريك هايبوماجنيزيميا اهمهم البارتر سيندروم، والهايبو كالسوريك بيبقى معاه هايبو كالسوريا ومعاه هايبوماجنيزيميا بيبقى اشهرهم
الجيتلمان سيندروم، ودي السيندرومز المختلفة والجين الديفكت بيكون موجود فين. طبعا في بعض الحالات بيكون ميتوكوندريال هايبو ماجنيزيم. طيب دلوقتي هنتكلم على الكلينيكال مانيفستيشنز اوف هايبو ماجنيزيميا. الكلينيكال مانيفستيشنز اوف هايبو ماجنيزيميا يعني ايه هي اعراض الهايبو ماجنيزيميا؟ اولا زي ما قلنا بيأفكت النيورو ماسكولار والسنترال نيرفس سيستم والهارت، دولت الاخطر. وبالتالي من اهم الاعراض للهايبو ماجنيزيميا بتكون تريمورز، ماسل فاسيكوليشنز بتبقى مو يعني اعنف وتصل الى المسل سبازم والمسل كرامبس، سنترال نيرفس سيستم افكشن كوزنج اجيتيشن ديبريشن وتشينج في البيهيفير وانكفالوباثي وكونفولجنز، الخطوره الشديده بتاتي من الكاردياك اريثميا والاي سي جي تشينجز، بتؤدي الى نوزيا وفوميتنج. وطبعا من اهم الحاجات اللي احنا بنشوفها في البراكتس من complications او من اعراض الهايبوماجنيزيميا، وممكن تكون هي دي الكلو اللي احنا بنوصل بيه لتشخيص الهايبوماجنيزيميا، هي الهايبوكاليميا والهايبوكالسيميا، ان الهايبوماجنيزيميا تؤدي الى هايبوكاليميا وهايبوكالسيميا. طيب ايه الايفكتس بتاعت او تاثيرات الهايبوماجنيزيميا؟ طبعا على الهارت بتزود الريسك، increase the risk of cardiac arrhythmia و increase the risk of digitalis toxicity و ischemic heart disease، increase the morbidity و mortality في حالات ال heart failure. على البرين بتزود ال risk of migraine و convulsions و stroke. على اللنج increase the severity of COPD. في الكيدني increase the risk of osteoporosis و increase the cardiovascular morbidity and mortality. على البون increase the risk of osteoporosis. على البنكرياس بي increase the insulin resistance, increase the risk of diabetes, increase triglyceride total cholesterol, وبت decrease ال HDL وبتزود ال oxidative stress. على الفاسكولار سيستم increase the risk of atherosclerosis و hypertension و vascular tumor vascular resistance. طيب دلوقتي هنتكلم على واحد من الأجزاء المهمة، ازاي الهايبوماجنيزيميا بتسبب هايبوكاليميا؟ ازاي الهايبوماجنيزيميا او الميكانيزم اللي بيخلي الهايبوماجنيزيميا تسبب هايبوكاليميا؟ الحقيقه طبعا احنا عارفين ان الرونك شانل بتبقى مسؤوله عن البوتاسيوم موفمنت، او اتس كولد بوتاسيوم شانل، اللي بترجع البوتاسيوم او بتخرج البوتاسيوم. الرونك شانل مسؤوله عن البوتاسيوم. الحقيقه في الفيسيولوجي ات نورمال ماجنيزيوم ليفل، لما يكون ماجنيزيوم normal level intracellular، بيخلي الرونك شانل تخلي البوتاسيوم to be reabsorbed back للجسم، يرجع للجسم اكتر. ولكن في نقص المغنيسيوم لما يقل الايفكت ده على الرونك شانل انه يخلي البوتاسيوم يرجع هيبقى lost، لان المغنيسيوم قل، وده هيؤدي الى ان البوتاسيوم هيبقى lost في اليورين. يبقى المغنيسيوم لما بيكون نورمال بيخلي الرونك شانل تو بوش البوتاسيوم باك تو ذا بودي، ولكن في حالات نقص المغنيسيوم بيخلي الرونك شانل تو لوز البوتاسيوم ان ذا يورين اند كوزنج هايبوكاليميا. وات اباوت الهايبوكالسيميا؟ برضو ليه الهايبوماجنيزيميا بتسبب هايبوكالسيميا؟ الحقيقه الموست اكسبتد ثيوري ان الهايبوماجنيزيوم تسبب هايبوكالسيميا عن طريق ان المغنيسيوم ديفيشنسي، لما المغنيسيوم هيقل ده هينهبت الريليز اوف بي تي اتش، البي تي اتش ريليز هيقل، ولما البي تي اتش هيقل الكالسيوم هيقل، وده بيكون السبب للهايبوكالسيميا. دي الموست اكسبتد ثيوري لسبب الاسوسيشن بين الهايبوماجنيزيميا اند هايبوكالسيميا. دلوقتي هنتكلم على treatment of hypomagnesemia. حقيقة في طرق مختلفة لعلاج الهايبوماجنيزيميا أو replacement of hypomagnesemia. يعني مثلا هناخد one example من NHS guidelines for treatment for acute treatment of hypomagnesemia. الحقيقة بيقول
ان في الحالات السيفير هايبوماجنيزيميا، في الاكيوت والسيفير والسيمتوماتيك هايبوماجنيزيميا، you should do cardiac monitoring، وان المغنيسيوم should be given parenterally، parenteral magnesium، وان الاورال magnesium should only be reserved to prevent a recurrence و treatment of non-symptomatic hypomagnesemia. ومعلومة مهمة عن الأورال مغنيسيوم إنه غالبا بيسبب دايريا و GIT manifestations. مهم جدا وإحنا هنبتدي نتكلم على treatment of magnesium إن إحنا نعرف الـ equivalent doses قد إيه. فـ each 1 جرام، أنا بتكلم دلوقتي هتكلم على الـ IV اللي هو mainly بيبقى magnesium sulfate، مغنيسيوم سلفيت. ال 1 جرام بي ايكوال 100 مللي جرام اوف مغنيسيوم بي ايكوال 8 مللي ايكويفالنت، مللي ايكويفالنت اوف مغنيسيوم بي 4 مللي مول. تاني، ال 1 جرام اوف مغنيسيوم سلفيت 1 جرام ايكوال 8 مللي ايكويفالنت ايكوال 4 مللي مول of magnesium. يبقى انا عشان لما على حسب المكان اللي انت بتشتغل فيه هتلاقي يجيب لك بدي او بدي او بدي، يبقى ال1 جرام هيساوي 8 مللي ايكويفالنت هيساوي 4 مللي مول وبيساوي 100 مللي جرام اوف magnesium. يبقى ال2 جرام مثلا هيساوي 200 مللي جرام اوف magnesium او 16 مللي ايكويفالنت او 8 مللي مول اوف مغنيسيوم. ده مهم جدا جدا قبل ما نبتدي انا هتكلم على الاي في. هنا نبتدي برضو تريتمنت في حالات الاسيمتوماتيك، الاسيمتوماتيك هايبومغنيسيميا هنستخدم اورال مغنيسيوم، اورال سلو ريليس تابلت، بنديلهم حوالي 6 تو 18 ملي مول بير داي، 6 تو 18 ملي مول بير داي على 4 ديفايدد دوزز، على 4 جرعات مختلفه. والاورال الموست كومنلي يوزد بريباريشنز ممكن تكون مغنيسيوم جليسروفوسفيت او مغنيسيوم اوكسايد. انما في حالات السيمتوماتيك، يبقى في حالات السيمتوماتيك هايبومغنيسيميا والمصاحبة بهايبوكالسيميا أو هايبوكالينيا، بيبقى ساعتها بندي مغنيسيوم سلفيت 10 ملي مول، 10 ملي مول اي في بولس، اي في بولس اوفر 5 minutes، وبعدها بندي 20 ملي مول اوف مغنيسيوم سلفيت ان 100 ملي of normal saline over 4 hours. يبقى في حالات السيمتوماتيك هندي بولس over 5 minutes 10 مللي مول، بعدها 20 مللي مول في 100 مللي of normal saline على مدار 4 ساعات. بعد كده we can shift to oral supplement when the serum magnesium is more than 0.5 مللي مول. انما لو كان في اريزميا especially in the form of torsade de bois هندي IV magnesium in a dose of 4 to 10 millimole, then 20 millimole every 12 hours. Every 12 hours. Another regimen or protocol for treatment of hypomagnesemia in critically ill patients. في hemodynamically stable patient with severe symptomatic hypomagnesemia, we can give 1 to 2 جرام اللي بتساوي 8 to 16 ملي equivalent اللي بتساوي 4 to 8 ملي مول of magnesium sulfate, can be given initially over 5 to 6 to 60 minutes followed by infusion of 4 to 8 جرام slowly over 12 to 24 hours. انما في حالات ترساد بوان الاريثميا can give 2 grams over 15 minutes or over 10 minutes followed by continuous infusion. لما في حالات البري إكلامسيا
بندي 4 جرامز اوفر 10 تو 15 مينتس فولود باي 1 جرام every hour following that. دلوقتي هنتكلم على الاورال ماجنيزيوم. الاورال ماجنيزيوم بريباريشنز مختلفه، في المغنيسيوم اوكسيد، مغنيسيوم كربونيت، مغنيسيوم هيدروكسيد، مغنيسيوم سيتريت، مغنيسيوم كلورايد، سلفيت، مغنيسيوم جلوكونيت. ده التيبل ده مهم لانه بيوضح percentage of elemental magnesium اللي موجود في each preparation of them والبايوافيلابيليتي بتاعت each one of them قد ايه. يعني احنا هنا مثلا البايوافيلابيليتي عاليه في المغنيسيوم سيتريت ولاكتيتو كلورايد ولكنها 4% فقط في حالات المغنيسيوم اوكسيد، ولكن نسبه الاليمنتال مغنيسيوم فيه اعلى. نفس الكلام برضو هنا بتعتبر availability قليلة، هنا availability بتعتبر good و excellent. tolerability بنتكلم على الدايرية، احنا قلنا مشكلة الأورال magnesium تبقى في الدايرية، هنا تعتبر 2 بلس زايدة شوية في المغنيسيوم أوكسيد، برضه في المغنيسيوم هيدروكسيد وستريت بتبقى أزيد شوية. فالتيبل ده بيوضح الفروق المختلفة between ال different oral magnesium preparations. برضه ده بيوضح ال كل مغنيسيوم برودكت، مغنيسيوم اوكسايد، المغنيسيوم هيدروكسايد، المغنيسيوم مع الكالسيوم، المغنيسيوم جلوكونيت، كل واحد منهم الدوز بتاعته قد ايه واستخدامه ازاي. وزي ما قلنا انه يعني بيستخدم في الحالات المايلد او الايسيمتوماتيك. وهنا انا بشكر دكتورة إيناس الكلينيكال فارماسيست في جامعة اسكندرية على مساعدتها إنها هي اللي حضرت التيبلز المختلفة بتاعت المغنيسيوم والبريباريشنز بتاعتها المختلفة بكل واحد بيمثل نسبة قد إيه. برضو ده another table بيوضح each preparation و percentage بتاع المغنيسيوم inside each preparation، يبقى نسبته قد ايه، مهم جدا ان احنا نكون عارفين. دلوقتي هنتكلم على الهايبر ماجنيزيميا. الهايبر ماجنيزيميا طبعا يكون سيرة ماجنيزيوم يكون اعلى من الريفرنس رينج. من اهم اسباب الهايبر ماجنيزيميا طبعا الرينال فيلير سواء الاي كي اي او السي كي دي due to decreased renal loss، حالات الاكروميجالي، حالات فاميليال زي الهايبوكالسوريك هايبركالسيميك، حالات الاديسون الادرينال انسفشنسي، او يعني اوفر انتيك لدراجز كونتيننج ماجنيزيوم. يعني كان مريض بياخد دراجز فيها ماجنيزيوم او بريباريشنز فيها ماجنيزيوم فاخد منها اوفر دوز زي الريكتال انيماز واللاكستيفز والانفنتس بورن تو ماذرز treated with magnesium for preeclampsia توصل للبيبي. طبعا الكلينيكال مانيفستيشنز بتاعت الهايبر ماجنيزيميا بتختلف على حسب الليفل اوف ماجنيزيوم. في النورمال ليفلز مفيش مشكله، انما لما يبتدي يزيد بيبتدي المريض ممكن يشتكي من نوزيا وفوميتنج وايليس. لما يزيد اكتر اراوند 4 تو 5.2 ملي مول لتر بيبتدي بيحصل absence لديب تندر ريفلكسس و complete heart block. more than 6.5 للأسف بيوصل لمرحلة respiratory depression و paralysis و complete heart block. طبعا لو وصل فوق أو more than 8.7 بنوصل لسيستم. treatment of hypermagnesemia طبعا بيتضمن لازم نوقف أي magnesium administration. يتضمن IV fluids، isotonic fluids مع كالسيوم to push for kidney excretion. التريتمنت الرئيسي بيتضمن كالسيوم جلوكونيت administered as 1 gram in 10 milli normal saline over 5 to 10 minutes. و we can give loop diuretics also to enhance the kidney magnesium excretion.
So the main treatment of hypermagnesemia is calcium and loop diuretics or fluids. So if clinically stable with good urine output and normal kidney function, you can stop the magnesium containing preparations and monitor your patient. If hypermagnesemia is more severe, causing respiratory depression, cardiac arrhythmias, and serum magnesium is more than 5 mmol per liter, should give IV calcium 10% 10 mm as low IV bolus, and you can repeat these doses, and you can give, as we said, loop diuretics. In patients with impaired kidney function, hemodialysis will provide a rapid and effective method to remove magnesium. And thank you.